مهارات وغنغيش الدورة استثنائية لشهر يونيو تولي اثنين نقط فريدة استثنائية عجلنت يعني الاجتماع الدورية النقطة هي ثم جواروت تغط غاصل علاقة يجي البرنامج حكومي يجي البرنامج الأورش يجي يتشغل يجي اليد العاملة تمقرنت نهار ورن الشين كجماعة ترابية ننخارت يجي البرنامج الحكومي حما أنه كذلك ندي تنغ تستفيد خصوصا من ناحية المساحات الخضراء تهيئ الطرق النظافة ضرب عاد المرافق النغنيت نهار مش نستن يعني البرنامج الاوراش يتوفر يعني يد عامله يعني تخدص يخدمني غيخدم من دي الاوراش هنا مش نشتين توي خسانغ انه نقدو رايح وما نخص اعتمادات ماليه اضافيه سواء دي مواد البناء سواء دي من غيخص ندي تعبيد الطرق وكذلك من ناحيه بعض المرافق شنو المرفق المنتزه هني قلنا فيه خصيص بعض الاليات حما انه اثنهي باش ديري دي المكانه تليق ذهن دي النهضه دونك نهار نقدو رايح حما انه انساير البرنامج الحكومي ولكن تو كذلك تحفظ نهار كجماعة ترابية تغي خص الحكومة أكيد نخنسق قبل حما نساس الحاجيات وكذلك باش نخص تجي الميزانية تنقرنت المشروع عيان أوراش للأسف يعني هني كين كين يعني من خاسن كين الريكروتمون نيو ذاني غيخدمن جينا نغنشين غونقال الحلقة ولكن شي نستحضر راني المسؤولية وكذلك أنه نخص ونحرم شاد الجماعة النضا زي المنافع البرنامج الأوراش إذا تخصص الحكومة يجي الميزانية تنقرنت نخارتنا كيسن نساير إذن وكذلك نجيج نخص اعتمادات خصيصا المشروع عوانيته ان شاء الله يغيوش نجي القيمه المضافه يهني النظر بالنسبه للشق الثاني يعني ميمي نقاد الدوريه الاستثنائيه تو غادي نجي النقطه تخصيص حافله لفريق النادي يعني نادي الهلال النظري لكره اليد مش النهار بطل المغرب إشار فانغ يحقق إنجاز استثنائي عما صور ديني جن فريق نينين الرياضة جماعية دي تاريخ النهضة يجن يوي بطولة المغرب نهار البطولة يا توي خسنغ أنه نشين كذلك أنخارت ذي يعني ذي مجهود يجين الفريق سواء المكتب مسير نغ لاعبين نغ المكتب التقني نسير عبر تخصيص يجن الحافلة تليق زي الفريق نشين نهار نزريت إذا يعني نوادي التمقرانين نوادية غاص حافلات مغانت تغني للأسف يعني الصورة إذا هالفريق كنادي تغث يعني صراحة لا تليق زي النظر ولا تليق زي بطل المغرب نهار نخصص نجي الحافلة حما أنه ممكن أنه تنقل وحما تفك الدور أثقيم يعني ذي الصدارة المستوى الوطني سنوات يديقوا وجبوا ذي الموسم استثنائي.